اليوم يعني في هذه الفعالية فعالية يوم الأرض في منطقة مادمة، وجنود الاحتلال قاموا بإطلاق الرصاص المطاطي باتجاه المتظاهرين واللي كانوا يزرعون الزيتون، وحصل هناك أكثر من 40 إصابة بالرصاص المطاطي، إصابة بالرصاص الحي، تم نقل أكثر من 6 إصابات إلى المستشفيات هي بحالة متوسطة، وعدا عن مئات الإصابات اللي أصيبوا بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع.